استضافت مملكة البحرين ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة فعالية أسبوع الغذاء الخليجي السادس. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشادت المهندسة فاطمة أحمد عيسى القائم بأعمال رئيس قسم تطوير المواصفات والمعلومات بالوزارة بتنظيم أسبوع الغذاء الخليجي باعتباره أول فعالية خليجية حضورية من بعد القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا. والمقاييس عضو فعال وأساسي في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نظمت الهيئة أسبوع الغذاء الخليجي، وهذا عبارة عن نسخته السادسة من كل عام. تقام هذا الأسبوع، وغطى عدد من المواضيع ذات العلاقة بالمواصفات الغذائية والزراعية. عقدت عدد من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، 5 اجتماعات للجان خليجية، ابتدأت باللجنة الفنية الخليجية لمواصفات منتجات الحلال وخدماته، بالإضافة إلى اللجنة الفنية الخليجية الرئيسية لمواصفات الغذاء والزراعة، واللجان الفرعية المنبثقة منها مثل لجنة البطاقات الأغذية ولجنة المواد المضافة وملوثات الأغذية، بالإضافة إلى اللجنة الخليجية الفرعية لمواصفات منتجات الطبخ.